تختلف كل قضية عن الثانية حسب قيمة الدعوة. ما عندك العشرة آلاف صلحية، فوق العشرة آلاف بدها تكون بداية، إلا بعض القضايا البدائية تبعون تابعين للغرفة الاقتصادية ممكن تحطيها 1000 أو 2000 دينار. المدد لما حددوا أنه التبليغ وخلال 15 يوم و30 يوم، لا صارت أقل المدة، مش زي أول مماطلة، ما في مماطلة، بتقدمي كل بياناتك مرة واحدة والخصم برد، وبتقدمي مذكرة وبتنتهي الأمور على هيك، يعني ما في. وبالاستئناف برضو صارت إجراءاتها أقل، إجراءات التقاضي وفق للتعديل اللي حصل على قانون أصول المحاكمات المدنية أو الجزائية، صارت يعني مراحل التقاضي وأوقات التقاضي أيسر وأسهل وأقرب، لأنه القاعدة العامة بتقول أنه العدالة البطيئة شكل من أشكال الظلم، فطالما صارت إجراءات التقاضي بجلسات متتالية ومتسارعة، أعتقد هذا بيوصل المتقاضين أو أطراف النزاع مع المحكمة للنتيجة الفاصلة في الأمر المطروح أمام الجهة القضائية حتى أنها تفصل بين النزاع بين الأطراف. الآن التكاليف هي تكاليف عبارة عن رسوم، إذا كانت تكاليف هي عبارة عن رسوم، وموضوع رسوم القضايا في المحاكم هاي يعني موضوع عام في جميع الدول سواء إقليميا أو عالميا، فالرسوم بمتناول اليد بالنتيجة. لكن بعض القضايا الحقوقية إذا كانت مبالغها مرتفعة شوية بتكون الرسوم مرتفعة، فهذا بيعتمد مقدار الرسم على مقدار المطالبة فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية. بالمحاكم الأردنية يعني إجراءات، بنحاول وزارة العدل بتحاول وزارة العدل مع الجهات المختصة بخصوص تسريع إجراءات التقاضي، لكن للأسف البنية التحتية للمحاكم ما بتساعد بالخطة المبنية عليها أو اللي تبني عليها الاستراتيجية وزارة العدل. لكن إن شاء الله مع المدة وجميع، لأنه إحنا كمان مشكلة أنه أكثر من جهة بتمثل اللي بتتعمل بهذا الشغل، وزارة العدل والمجلس القضائي والمحامين، فإحنا لازم المنظومة كلها تجتمع وتتعاون مع بعضها بخصوص هذا الموضوع لتسيير إجراءات وتسريع إجراءات التقاضي، ومع ذلك لضمان العدالة بذات الوقت، يعني ما يكون السرعة في الإجراءات على حساب العدالة. إجراءات التقاضي صراحة تكلفتها عالية جدا، وهذا بيعيقنا كمحامين، وخاصة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية يمروا فيها الناس، لأنه بتعايق. إحنا نسجل قضايا خاصة قضايا الحقوقية، لأنه كونه قضايا الجزائية هي بالأصل مجانية، لكن القضايا الحقوقية تتطلب أكثر من رسم، وهذا بيعيق الناس، خاصة أنه الناس الآن ما عندها ثقة مبدئيا في تقديم القضايا وتوفير أموالهم، لأن أوامر الدفاع شلت الأحكام الحقوقية والتعديلات التي طرأت، خاصة قبل 4-5 أيام امتداد أوامر الدفاع إلى نهاية هذا العام، فهذا بعيق السبب، وهذا بيجعل من الناس متقاعسين في تقديمهم ولجوهم للقضاء. والمراجعة سهلة، يعني احنا خلصنا موضوعنا بأقل من نص ساعة. من 2010 إلى 2019 وما عندي علم فيها، كمان المحامي بدل ما يبلغني بلغ على مكان ثاني مشان يأخذ فوائد التبليغ تبعه ويأخذ حكم. إجراء التقاضي سهلة جدا بالمحاكم، نظام الجلسات 15 يوم ما بين جلسة وجلسة، وسريعة جدا وتبليغ سريعة جدا، وما في شيء الحمد لله، ما في أي عوائق حسب نوع القضية. في عندك قضايا فيها رسم قيدية فقط لا غير، في قضايا 52 دينار رسوم أو 58 دينار، وفي قضايا ما عليها رسوم أصلا. في مماطلة، في استهتار، تكلفتها كل قضية لها شكل، لها محسوبياتها. الوضع العام بشكل عام يعني الشعب ما عنده إمكانية لدفع تكاليف التقاضي، يعني بشكل سريع إجراءات التقاضي، ولكن الأحكام بتكون أغلبيتها بتنفسخ من الاستئناف وبترجع، يعني وكأن القرار ما صدر بالسرعة المطلوبة. فنلتمس أنه زيادة عدد القضاة على أساس يطلع القرار الحكم مرضي للأطراف جميعا، بحيث أني أقرأ أنا كمحامي احتمال لما إذا اقتنعت فيه ما أستأنف القرار فأرتضي فيه، بينما إذا شفت فيه خلل مضطر أني أستأنفه، فبتطول إجراءات التقاضي مما يؤثر على الطرفين سواء المدعي أو المدعي عليه. تكلفتها يعني غير مناسبة لوضع الشعب، هذا واحد. اثنين، مدة التقاضي يعني بتاخذ وقت زيادة عن اللزوم،
تمتد لأمور كثيرة جدا، وهذا إشي يعيق الحل ما بين المواطنين أصلا. يعني إجراءات التقاضي الآن تمر في طور التطوير بحيث أصبحت أقل وقت وأقل تكلفة وأقل جهد، لكنها بحاجة للاستمرار في تطوير العمل القضائي حتى يكون أجود، خصوصا في مسألة الوقت وتنظيم الوقت وتنظيم العمل.